ان شاء الله يعني فريقين بين منتخبين عرب. اول شيء المنتخب الاردني منتخب يعني لسه قاعدين نبنيه، والمنتخب المصري طبعا معروف بتاريخه. ان شاء الله راح يكون يعني مباراه بين شقيقين، وان شاء الله يا رب ننبسط، كل الجمهور العربي ينبسط بهي المباراه. لكن طبعا يعني علو الكعب للمنتخب المصري باذن الله، يعني مع اني اردني. ان شاء الله مصر مباراه ما بين شقيقين، ان شاء الله مصر تفوز باذن الرحمن الرحيم وتصعد للنهائي باذن الله. ان شاء الله مصر حتكسب الاردن ان شاء الله، ونصعد ان شاء الله، لننتظر المنتخب المصري في النهائي ان شاء الله، والجمهور المصري على قلب رجل واحد هنا. والله ان شاء الله نتمنى نكسب ان شاء الله، ده طبيعي. لا مش صعب طبعا، لان هو اصلا المصريين كلهم متوقعين احنا نكسب، يعني كل المصريين هنا اهلوا نفسهم ان يلعبوا قبل النهائي، يعني الكل حاجز مباراه. لو دخلت على قبل النهائي دلوقتي مش هتلاقي ولا تذكره موجوده، ده حقيقه مش هتلاقي. ليه؟ الكل خلاص اهب نفسه وسيستم نفسه ان مصر كسبانه ان شاء الله، وده الطبيعي ان شاء الله. المباراه هتكون حلوه وشيقه، وبالتوفيق للاثنين، الاثنين بيعزوا علي سواء مصر او الاردن، فاللي هيفوز فيهم اكيد هنكون مبسوطين. مصر الاردن في نظري مصر هتكون احسن، يعني في نظري مع الفرقه بتاعت الاردن بس، واتمنى يعني جود لك لينا. يعني بالنسبه لمصر والاردن انا بقول ان مصر ان شاء الله هتكسب 2-0. ماتش مصر والاردن شايفه ان هو ماتش مهم يعني، بس ان شاء الله منتخب مصر هو اللي هيكسب، ممكن يكسب